السلام عليكم، كنتمنى تكونوا في حاله جيده. مع تحياتي جميع متابعي القناه عائد الى الغربه. اليوم غادي نتكلموا على واحد الموضوع داير الضجه شي شويه، يتعلق بالناس اللي عندهم عقود العمل الموسميه بفرنسا. دونك للاسف شديد سمعنا ولا كنشوف بزاف ديال اليوتيوبر اولا كنشوف بزاف ديال المواقع كيقولوا ان تم توقيف العقود العمل بالديار الفرنسيه، يعني ما بقاوش كيخرجوا ولا ما كاينينش. المشكل اللي كنلاحظ هو ان كيجي كيتكلموا معايا بزاف ديال الناس، كيتكلموا معايا تقولوا لي سلام خويا صافي مزيان وي العقد ديال العمل دفعت له وترفض ليا، واش هذا راجع لان تم توقيف عقود ديال العمل؟ شوفوا قمه ديال التناقض. لو انا نشرح لكم علاش تقولوا بصح، وكما قلت لكم حتى اليوتيوبر اللي مكلفين بهذه المواضيع هذه كنشوفهم كيقولوا راه ما بقاوش عقود ديال العمل، راه ما بقاوش عقود ديال العمل، داكشي علاش كاين الرفض. كنبقى كنشوف فرانشمون سي بيزار. اول حاجه بغيت نوصل لكم الاخوان ديالي هو انه اذا كان تم توقيف عقود العمل يعني ما كايناش، ما غاديش نلقاوها في لي سيت، ما غاديش يخرجوا لي كونطرا، يعني ما غاديش نجي ندفع. شني غير ملي كتجي انا شي واحد كيسولني كيقول لي خويا خالد راني دفعت الكونطرا، راه دفعت، وكيقول لي واش وقفوا الكونطرا. بصح وقفوا الكونطرا، هو براسو مجاوبني، هو راك انت كتجاوبني كتقول لي انا راني دفعت الكونطرا. وبيني وبينكم وكون كانوا هاد الناس موقفين الكونطرا واش كنتي غادي تلقى الكونطرا خارجه ديجا؟ هذا هو، شوف شي حاجه اللي هي ماشي لوجيك. شوف التناقض اللي كنلقى عند اليوتيوب، انا سيرتو اللي كيضرني الناس اللي كيوصلوا المعلومه، يعني فرونشمون ولا يديرني بحال الشيخات كيجيبوا شي معلومه، كيجي شي واحد كيدير شي تعليق. مثلا جيو عندي بزاف ديال الناس تكلموا معايا قالوا لي خالد اخويا خالد راه ما تقبلاتش لينا الفيزا. دونك 10 ديال الناس واحد هضر معايا قال لي تقبلات لي الفيزا. دونك وهادشي كيوقع لي بصح، واش انا مع هذوك 10 ديال الناس سي بون ايفو با جينيراليزي وما ناخذوش واحد ديك الرؤيه ديال التشخي كما قبيله ديال الشيخات. نكونوا شويه منطقيين ونكونوا كنشوفوا مزيان، نشوفوا مزيان ونشوفوا بزاف ديال الزوايا. الوغ كاين بصح كاين رفض كبير، هادشي راني سبق لي انني شرحت ليه، كاين رفض كبير ولكن ما نقولش الكلمه اللي كبيره. ملي كنقول انا تم توقيف عقود ديال العمل ما كايناش، وبزاف ديال الناس كيجيو كيسولوني والناس مخربقه وعلاش توقفوا عقود العمل. ما توقفوش عقود العمل، ما توقفاتش عقود ديال العمل، هذه غير هضره خاويه كما قلت لكم قبيله هضره ديال الشيخات. كنعاود انا ثوازيام فوا كنقولها، ما توقفاتش عقود ديال العمل. بما انني كنلقى عقد ديال العمل كاين راه ما توقفش، كون كان توقف ما غاديش نلقاوه، كون دار ضجه بالديار الفرنسيه. فرنسا راه ماشي هي المغرب ولا الجزائر ولا تونس، ملي كيوقع شي خبر ولا شي يعني شي اتفاقيه اللي كيكون كيسنيو عليها وخرجات، راه كيتكلموا عليها سيمانه ولا 10 ايام وهما فرعين راسنا في التلفازه كيهضروا عليها علاش انه وقفوا الكونترات او كيهضروا بزاف. كايناش، اقسم بالله قلبت بزاف البارح، بغيت البارح نصور الفيديو مي ما قدرتش، كنت تري فاتيغي جيت من الخدمه عيان. مي بون خصني نكون شويه اون فورم باش نوصل لكم المعلومه مزيان. الوغ قلبت مزيان البارح، قلت والله تنعطيهم شو، المهم نعطيهم شو الوقت ونقلب نشوف شنو واقع فيما يتعلق بالكونترات. لا سيدي اختي راه ما توقفوش الكونترات. سبق لي انني شرحت لكم وقلت لكم بالنسبه للكونترات كاين رفض، وي كاين رفض، وكاين بزاف ديال العوامل هاد العام هادي اللي صدقات كتلعب في الرفض ديال الفيزات بزاف. شي وحدين قبل ما يقولوا لك هاد القضيه ديال الرفض على واحد توقفات الفيزا توقفات العقود، كانوا كيقولوا ان الكونترا حتى هي ايضا تاثرت بداك القرار اللي اتخذت فرنسا انها تقلص عدد الفيزات. حتى هذا ما كاينش، عدد ديال الكونترات راه تقريبا هو ما كاين لا نقص لا زياده. مي الرفض فيه بزاف ديال العوامل، كاين اما الرفض اما كاين التاجيل. شنو هما اسباب ديال الرفض؟ انا سبق لي تكلمت عليهم، انا بغيت نسالي الفيديو ولكن غادي نكمل. الناس اللي شافوا الفيديو ديجا تكلمت على هادشي، انا ديجا هضرت على هادشي وما عنديش مع نطول الفيديو ونعاود المعلومه بزاف. الناس اللي كتفرج فيها عارفيني ما كتهمنيش شي حاجه سميتها المشاهده او لا الفيو ولا دقائق. مي غنحاول نتكلم على هادشي بسرعه. بالنسبه للرفض شنو الاسباب؟ كنت قلت لكم قبل ما نتكلم على شنو هما اسباب الرفض،
قلت لكم خصنا نفرقوا من على حسب النوع ديال الكونطرا اللي عندك انت في يدك شاده. تقول لي كيفاش النوع ديال هاد الكونطرا هادي؟ تقول لي او كونطرا فلاحيه، كونطرا فلاحيه ولا زعما كونطرا غير فلاحيه؟ لا، اللي بغيت نقصد هو كيفاش وصلت الكونطرا. واش دفعتي باغ سيت انترنيت؟ واش جابلك صاحبك ولا صاحبتك ولا شو واحد من عائلتك؟ اونتر بارونتيز واخا شويه قليله القضيه، قليله القضيه هذه باش شي واحد من عائلتك يجي من الكونترا. مي بون هذا موضوع اخر خصنا نتكلم عليه. اولا شريتيها، يعني جابك سمسار وخديتيها بواحد المبلغ ديال 10 مليون او لا 11 12، للاسف كاين اللي خداها ب 14. دونك هنا كاين اختلاف، دونك هادو ماشي بحال بحال. يعني الناس اللي كيجي الكونتر اللي كيجيب لي واحد صاحبي ولا عائلتي ولا كانت فيها في السيت راه ما كتكونش ديما مضمونه، تكون فيها بزاف ديال اللعب، كاين تكون فيها اخطاء في الدوسي ديالك، المشغل ديالك يمكن ما عندوش تجربه وهادشي كنت تكلمت عليه. دونك كاينه بزاف ديال العوامل اللي كتكون اللي كتلعب في هادشي، وايضا العامل الاساسي ديال هاد المصيبه ديال كورونا وهاد اللعب اللي كتلعبوا المغرب ديال سد حل، حتى المشغل ما بقاش عافر من يدو من راسو من رجليه كيفاش غادي يقدر يدخلك انت وفاش ما غاديش يقدر يدخلك. المهم كاينه بزاف ديال العوامل اللي خلات انه يقدر يكون تاجيل او يكون حتى رفض. وكما قلت لكم المشاكل اللي ربما يكون المشاكل عند المشغل ديالك، ان المشغل ديالك كان شي واحد جابو حرق ليه وعكسو ليه ورفضوا لك انت تجي وجات فيك جات فيك الدقه، ربما ما عندوش الدار الكافي واحد ديك الدار ما في اللي غيجي يسكنك انت ما 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 عجباتش لا بريفيكتور البريفي ما قبلهالوش. ربما المهم ربما يكون المشكل المشغل ديال المشغل، يعني اللي راه ماشي بحال الكونترا كيجيبك مصري. هادشي بغيت نوصل لكم، الكونطرا اللي كيجيب لي سماسر كتكون شويه شويه مخدومه والناس شويه عارفين. ما علم حتى هما راه عندهم الرفض حاليا، حتى هما كاين الرفض، ولكن كنأكد لكم اقسم بالله العظيم غير هذه 34 ايام كيهضروا معايا بزاف ديال الناس دابا غادي يمشيو لوفي وغادي يدوزوا لا يعني لا فيزيت ميديكال. اقسم لكم بالله العظيم غير البارح قبل ما ننعس واحد الولد غادي يمشي لكازا غيمشي عين برجع غادي يدوز لا فيزيت، وطلبوا قال لي طلبوا لي تحليل يعني الاناليز ديال الدم. نورمالمون ما كيطلبوش نورمالمون، مي بون طلبوا له يقدر يشوف هذا الفيديو يضحك. دونك فوالا، دونك الناس راه كتجي، الناس راه خدامه يعني كتقلب على راسها. وبزاف كيما قلت لكم في هاد الثلاث ايام هادي والله هضروا معايا بزاف ديال الناس اللي غادي يجيو وما هضروا معايا، يعني شي 70% كيتكلموا معايا عندهم كونترا غادي يجيو هاد الايام، و 30% مساكن اللي اما ما ردوش عليهم ما جاوبوش او لا رفض. والله العظيم هادشي اللي كاين، مي بون نبقاو متفائلين. دوسي اللي ما صدقليش نعاود ندفع مره واحده اخرى، ما نبقاش نعمر راسي بالهضره ديال ما عيط اش نقول لكم. كنمرض ملي كنشوف بنادم كيقول شي حاجه اللي كيقول شي حاجه وكيفشل. خو المسلم كيفشلو كيمرضو وكيطيح منو النص بهاد اللغه هادي ديال الشعب، كيخليه مسكين فاشل، ما كيخليه لا يمشي يدفع الفيزا العقد ديال العمل، ما كيخليه يمشي يقلب. كيمرضوا بنادم بعض اليوتيوبر او لا بعض الاشخاص حتى في التعاليق للاسف الشديد. ما بغيت نكونوا سلبيين، بالعكس ما بقاوش نتفلاو، ما بقاوش تكون عندنا معلومه غير مضبوطه ونبقاو يعني نقولوا ربما يكونوا كيتفرجوا فيا بعض الاخوان من اليوتيوبر. كما حتى انا كنشوف بعض الخطرات الفيديوهات ديالهم وكنقول شنو التخربيق هذا. الوغ الناس راه محتاجين نقول لهم الحقيقه، ما نبقاوش غير نخربقوا عليهم ونبيعوهم العجل او لا كيكون عندهم شي اوبجيكتيف ديال المشاهده او هادشي راكم عارفينه نتوما. المهم خلاصه ديال القبر، عقود ديال العمل ما توقفاتش. كاينين خارجين و جو بونس في الشهر الجاي ان شاء الله في لو ديبي ديال لاني يعني لاني بروشان يعني العام الجديد غادي يخرجوا شي كونترات. هادشي اللي كنسمع هو الاخوان توكلوا على الله، دبروا على لي سيت اللي عندك واحد عائله عندك واحد في لافام يقول له قلب لنا دبر علينا في لي كونترا. كنسمع ان غادي يخرجوا لي كونترا ديال الشيفر ديال الكاميونات، غادي يخرجوا في عام الجاي يعني في شهر واحد غادي يخرجوا شهر جوج. في الاخر كيجي واحد اخر يقول لك ان الكونترات توقفوا من جاب الله اعلم. والله من جاب الله اعلم، قلبوا على راسكم، ما تفقدوش الامل،
الدوس ديال الترفد ليا نعاود ندفع واحد اخر ما كاين حتى شي مشكل، ما عندها حتى شي مشكل. دونك الله يسهل عليكم، الله يوصلكم دغيا هنا لفرنسا بالنسبه للناس اللي دافعين عقود ديال العمل. الله يوفقكم، واي سؤال واي اشكاليه تقدروا تخليوها لي في التعليق. خلاص بالنسبه للناس اللي عندهم شي اشكاليه بغيو يتواصلوا معايا في الخاصيه با دو بروبليم، راه كنتواصل معكم في انستغرام بلوس كو ايسي في يوتيوب. ني كان شي حاجه معقده كنهضروا ابل فيديو، كانت المهم باردون ابل اوديو كنتكلموا عليها، كنتكلموا كانت كان الميساج يعني كان شي حاجه صغيره كنجاوب باغ اكريت. المهم خلاص الانستغرام ديالي هو خالد مفتاش، يعني ملاقيه غير قلبوا في الفيديوهات غادي تلقاوها باردون يعني في الفيديوهات السابقه، سينو غنخليها لكم باش تدخلوا في علبه الوصف باش تدخلوا الانستغرام ديالي نيشان. دونك اي سؤال خليوه في التعليق. دمتم في رعايه الله، الى الفيديو القادم.